السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين حطيت المقادير كلها مكتوبة للكيكة الاسفنجية، وإن شاء الله الحين نسويها مع بعض. في ملاحظات مهمة جدا عشان قبل لا نبدأ، منهم البيض. البيض لازم يكون درجة حرارة الغرفة مطلع من قبل ومفصول الصفار عن البياض، هذا شيء. أيضا الطحين دقيق الكيك هو عبارة هنا عن طحين عادي، لكن احنا كيف بنسويه بدقيق الكيك. هنا عندي كوبين وربع بالنسبة للطحين عادي، زين، بستبدل في مقابل كل كوب طحين معلقتين بشلهم من هذا وبحط محلهم نشا. كل كوب محله. هنا عندي أنا كوبين وربع طحين عادي بشل منهم، محتاج لشل هالمعلقة المعيارية 4 معالق والنصف، وحطي محلهم 4 معالق نشا والنص. هاي المعلقة الأولى استبعدها، هاي المعلقة الثانية استبعدنا الطحين 4 معالق ونص. الحين بنحط محلهم نشا 4 معالق ونص، نفس المعيار اللي نشيله بنحط محله نشا إن شاء الله. طبعا الحين الطحين يفترض مع النشا مع هالسكر مع البيكنج باودر والملح ينحطون مع بعض وينخلون. عندي نوعية هذه النوعية اللي هي السكر الكاستر شوكر، ناعم جدا. اوكي جاهز. مثل ما قلت لكم السكر بخلطه مع الطحين والنشا، زين، والان الملح والبيكنج باودر جميعهم انخلطوا، والحين بننخلهم من 3 إلى 5 مرات، هذا ضروري جدا، من 3 إلى 5 مرات. هذا أصبح جاهز الطحين. الكيكة الاسفنجية ممكن تكون تقليدية في مكوناتها بس مو تقليدية في طريقتها، يعني ممكن يكون الواحد يشوف الأمر متعب شوي، لكن الفرق كبير في النتيجة. ترى هي تقليدية في المكونات كلها مثل ما هي مع الكيكات الثانية، لكن الحين عندنا بنحطي الصفار، كمان بيضات مثل ما مكتوب في المقهى، الصفار والزيت فوقهم، والماء حطينا الصفار البيض والزيت 3/4 كوب الماء وياهم فوقهم فانيليا، والحين بنحركهم جيدا تقريبا 3 دقائق مثلا بنحركهم بهالطريقة. انا ما ابغى استخدم الخلاط الكهربائي. خلال التحريك بنحط معاهم الحين فوقهم الطحين وبنحرك على مراحل الطحين شوي شوي. هني 3 دقائق لين ما نكمل 3 دقائق. من الضروري جدا ان ينزل الطحين على مراحل مو بسرعة، والخلط بهدوء في اتجاه واحد. هذا الان نتركها شوية وبنجاب البياض. هني البياض بيض 8 حبات. التتار هني عندنا، التتار هي عبارة عن ملعقة 5 ملي، وهذا 2 تي العبوات مثل هاي تي جاهزة أصلا 5 ملي، يعني ملعقة بالضبط. الحين نبدأ فيه، حطينا في الخلاط رقم 1 الخفيف، زين، بياض البيض لين ما يطلع من الرغوة البسيطة بنحط عقينا التتار فوقه، زين، وبعد شوي بنعق عليه السكر بالتدريج. بالتدريج طبعا لما جاء نسوي مسوي مراحل. الملاحظة بس سريعة بالنسبة للخلاطة، هاي الأفضل، أنا بعد راح نبالي هالأمر. هذا الكريم اللي عندنا افترض انه اللي نضرب في الخلاط كان يوصل لهالمدى، لكن لان البيض شوي بارد فاثر. هني لازم يكون بياض البيض يكون دافي وما يكون بارد اثر على النتيجه، فان شاء الله، لكن ما اقدر اتاخر وايد. الحين بنحط الصفار على البياض اللي هني، خليط الاصفر طبعا تعرفون شو هو، وبنحرك هناك شوي شوي ان شاء الله.
مهم هني تحريك خفيف بحيث ان الهواء تم حافظ في الخليط ان شاء الله عشان تنفخ ويانا. الحين ها وصلنا لهالخلط، بنحطهم في ان شاء الله في هالقالب مثل ما شايفين. ضروري يكون عندنا هالنوعية، نحطها في قالب بدونها فصعب انك تقلبها وتحركها لانه بيكون لينة، فمع الليونة صعب انك تتحكم فيها. هذا متوفر بعض المحلات الاواني، وضروري جدا لهالانواع من الكيك اللي هي تحتاج الى الهواء العالي فيها. طبعا هني بنصبها لا بنحط لا زبدة ولا زيت، تنصب مثل ما هي وان شاء الله بنسويها الحين الطريقة هاي. بعد ما نصبها ان شاء الله بعد بنخلل فيها الهواء بحركة. الحين شوي راح ندخل فيها هواء بهالطريقة. زين ما منكثر بس هاتي ها خلاص. في الفرن مسخن سابقا، شغلين النار على درجة حرارة 180 لمدة 55 الى ساعة كاملة. طبعا اعرف ان بتجيني استفسارات كثيرة على موضوع التتار اللي يستخدم لخلق التجانس والتماسك ما بين السكر وبياض البيض. هاي الحين طلعناها من الفرن كملت ساعتها. زين وحطيناها مقلوبة، ها شوفوا مقلوبة مثل ما شايفين. هاي علبتين ها، شو الطريقة المناسبة، المهم تكون مقلوبة لين ما تبرد اهم شيء. من الاشياء المهمة جدا خلال فترة الساعة اللي تكون فيها في الفرن ما يفتح الفرن نهائيا، 50 دقيقة الأولى أبد ما يفتح نهائيا، 50 دقيقة على 180 أبد ما ينفتح، من بعد الـ50 دقيقة ممكن يفتح كذا، لكن احنا نقول لكم ساعة مناسبة هذه المقاومة. طبعا الملاحظات اللي حطيناها في الكيكة يعني اللي بيسوي نفس الطريقة بيصل إلى نفس النتيجة ونتائج مبهرة بيكون. طبعا يا جماعة الخير انا يوم نذكر الامور كلها ما مقصد نتفلسف على حد او بالعكس، ننقل خبرتنا اذا كان ليستفيد منها. ومثل ما ذكرت سابقا ان موضوع مكونات الكيك تقريبا معظمها نفس لها، اللهم نضيف نكهات معينة وكل شيء، لكن تحصل على نتيجة مثالية وبنفس الميزات اللي تشوفها في المطاعم الفخمة او الفنادق، فعليك بالصبر والالتزام بالطريقة، واحنا ننقل خبرات ان شاء الله وان شاء الله تكون صحيحة. يعني ما مثل ما تشوف هاي الكيكة صار لها الان اسبوع وما زالت، يعني خف طبعا السفنجية اللوية اول ما تكون فعلا سفنجية وتكون القالب كامل طالع، الكيكة طالع من القالب اصلا يعني طافحة عليه من كثرة ما انها سبونج يعني. وأنا ما نزلت الطريقة إلا بعد ما جربناها أكثر عن مرة عشان ما أضيع وقتكم، يعني لأن مرات كنت أنزل شغلات سريعة تطبيق سريع ممكن يحصل فيه خطأ. حريص على أنه تكون نقل صحيح والطريقة صحيحة، لأن المكونات بالذات فيها كمية بيض كبيرة حرام يعني تهدر. نهاية ترى شاشتي وسنابي تحت أمركم، منكم ولكم، ترى أتمنى أن أنقل شيء مفيد يعني. جزاكم الله خير.